انا اللي اسمي محمد عبد الصبور، شعبه علم رياضه. النهارده كان علي امتحان كيمياء، يعني بامانه كان صعب. انا يمكن دي ثالث سنه ليا في الامتحان. تمام، الامتحان كان شادد بطريقه يعني صعبه جدا، ويعني الحمد لله، ونتمنى يعني ربنا يوفقنا ويا مسهل. الامتحان كان في مستوى الطالب ايه؟ والله بامانه فوق المتوسط، فوق المتوسط، يعني فوق المتوسط بمعنى الكلمه. يعني ايه مثلا نقطه او اتنين يعني المستوى المتوسط والباقي كله عالي. طيب ايه الحل في كده؟ الامتحان كان صعب بامانه. طب شايف زمايلك ايه حالتهم عقب اداء الامتحان؟ والله زمايلي اللي حواليا كمان كانوا كلهم نفس الكلام، ما حدش يعني فوق مستوى متوسط، ما حدش عارف يحل من اللي حواليه اساسا. تمام، فعدينا اللجنه يعني 3 ساعات عديناهم عادي. يعني اظن ان احنا كلنا دور تاني بمعنى الكلمه. طب هل الامتحان كان انتوا متخيلينه انه بهذه الدرجه من الصعوبه؟ والله احنا قلنا يعني عشان في كورونا وكده ومش عارف، اكيد يعني هيخففوا علينا بقى، يعني مثلا ايه تحت المتوسط، في المتوسط ذات نفسه، لكن فوق المتوسط دي ما تخيلناش بامانه. طب في اسئله خارج المنهج؟ لا، ما فيش اي اسئله خارج كتاب الوزاره. نعم، اسئله خارج كتاب الوزاره. تمام، اسئله صعبه جدا، ما فيش اصلا، ما وردتش علينا في الامتحان. طب انت شايف الامتحان ايه الصعوبه بتاعته، ايه اصعب حاجه في الامتحان؟ اول حاجه المعادلات قويه جدا. تمام، والمعادلات اغلبيه الدرجات ما تجيش على المعادلات ضعف فيها جدا. المعادلات حلين فيها ضعيف جدا. لكن المسائل المقاليه دي ماشي كويس، لكن مسائل المعادلات اكثر من نص الامتحان مسائل المعادلات. تمام،